عندي مشكلة مش لاقيين يا بيس، عايز محدش يعرف. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الموسم الشتوي محتاج متابعة، وده اللي احنا بنلاحظه على أرض الواقع. احنا مرينا بفترة فيها أمطار مستمرة لفترات طويلة على مدار أسبوع أو الأسبوع الماضي في معظم المحافظات. ده كله ليه تأثير على المحاصيل الزراعية المختلفة. في بعض الأماكن لازم المزارع بياخد فيها إجراءات بعد حدوث الأمطار، وإن هو بيدي رأيه لغسيل المحاصيل. أيضا متابعة وكلاء وزارة الزراعة للمشاكل اللي ممكن تكون حدثت بسبب الأمطار، للمشاكل اللي ممكن يتعرض لها المزارع لو في سيول في هذا المكان، في أسمدة محتاجين إنها تكون وصلت للمزارع. ده كله أخباره إيه اللي بيقوم ده وبيتابعه السادة وكلاء وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، وبمتابعة من السيد وزير الزراعة على مدار اليوم. عايز أقول للمزارعين، انت النهاردة ابتديت الموسم واشتغلنا وبقينا محددين احنا بنعمل ايه. معروف مساحات القمح على مستوى الجمهورية، اللي زرع اشتغل وزرع وصرف اسمدة. عاوزين نتابع مع بعض ايه احتياجاتكم. انا اللي بطلب منكم من حضراتكم اي مشكلة، اي ما بعتبرهاش مشاكل، بعتبر ان هي احتياجات للفلاح عشان ينتج وعلشان يشتغل. القطاع الزراعي هو قطاع خدمي، ودور وزارة الزراعة ارشاد وخدمات، ارشاد وخدمات للفلاح. تواصلوا مع السادة المسؤولين في الإدارة الزراعية، في الجمعيات الزراعية، مكاتب السادة وكلاء وزارة الزراعة مفتوحة لحضراتكم. كلام ده ما هوش كلام إعلامي، أنا من منبر الزراعية مباشر بتواصل يوميا مع السادة وكلاء وزارة الزراعة، وبنسمع منهم ومتابعتهم وتقاريرهم. أنتم كمان من حقكم، لأن أنت صاحب الخدمة. عمل السيد وكيل وزارة الزراعة في الأراضي الزراعية، مكتبه في الأراضي الزراعية. فأنت النهاردة عندك مستلزمات انتاج اللي هي الاسمده بتتابعها، عندك معلومه ارشاديه ممكن من خلال الحقول الارشاديه المنتشره عندنا، الحملات القوميه للمحاصيل الاستراتيجيه وعلى راسها القمح منتشر على مستوى الجمهوريه. اتحرك وبادر واطلب الخدمه. حصل في مشكله عندك واجهتك، احنا عندنا على شاشه مصر الزراعيه تواصل على مدار اليوم، وبرنامج زراعي مباشر برضو بيوفر لكم هذه الميزه. انا برحب بحضراتكم في حلقه جديده من الزراعي مباشر. برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. أنا معايا على الهاتف الدكتورة أمل عيسى وكيل وزارة الزراعة بسوهاج. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المجتمعين. دكتورة أمل، الموسم الشتوي من المواسم المهمة، وحضرتك ليكي باع طويل وسنين في خدمة المزارعين. متابعتك لقطاع الزراعة في محافظة سوهاج، أخبارنا إيه؟ إيه التركيبة المحصولية؟ القمح يعتبر مساحته قد ايه؟ تم حصرها بدقه ولا لسه جاري عمليه الحصر؟ احنا طبعا زارعين 195 الف فدان، مستهدفين 200 الف فدان، لان عندنا بعض الزراعات المتاخره، بعض زراعات الخضر. في الفتره دي وفرنا لهم التقاوي وحددنا لهم احتياجاتهم السماديه وجاري برامج الشحن وشغالين. يعني القمح بيصرف كام شكارة للفدان؟ ثلاثة يوريا؟ ثلاثة يوريا أو أربع نطرات. أو أربع نطرات. طيب، لو أنا جيت أتكلم على السياسة الصنفية، إحنا ما عندناش مشكلة في السياسة الصنفية في سوهاج، إيه الأصناف المنزرعة عند حضرتك؟ إحنا عندنا الأصناف اللي بتحددها مركز البحوث الزراعية وفقا للسياسة الزراعية الموجودة. عندنا سيف 12، عندنا بني سويف، اقمح المكرونه، اكتر من صنف بيبقى تحديد احتياجات بالتقاوي قبل الموسم وفقا لرغبات المزارعين وتطبيقها على السياسه الزراعيه. طيب، لو انا جيت اتكلم دلوقتي عن التعدي على الارض الزراعيه، وده ملف مهم جدا وحضرتك بتتابعيه، خصوصا ان احنا عندنا اماكن بتعتبر اماكن نائيه. ايه اخبار الملف ده؟ والله هي طبعا القانون الاخير حد من التعديات على الاراضي الزراعيه، واحنا طبعا الخطوات والابراءات بتتاخد فورا نشوب المخالفه، بنبداها بالازالات الفوريه. ان احنا دلوقتي الضغط اللي علينا بقى ان كل الناس بتزرع وتعيد تاني زراعتها عشان القضايا اللي مرفوعه عليها،
يعني كل شغل حماية الأراضي دلوقتي إن ما بقاش تحرير محاضر، بقى لا متابعة للزراعة وعودة الأرض تاني لخصوبتها علشان يقدر يتصالح بيها مع المحكمة. يعيد الأرض إلى ما كانت عليه. بالضبط. يعيد الأرض إلى ما كانت عليه، دي نقطة مهمة جدا. لو أنا بعد فترة الأمطار السابقة، إحنا كان عندنا أمطار في معظم محافظات الدلتا، أنت عندك في سوهاج كان في أمطار في الأيام الماضية؟ لا لا، عندنا سوهاج الحمد لله لحد دلوقتي الأحوال الجوية يعني لسه تكون طبيعية وفترتها بتاعت كل سنة، يمكن بس انخفاض درجات الحرارة وده لصالح محصول القمح برضه. ده جاي خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. بالزبط. ان شاء الله. بالزبط. في بعض المشاريع في وزاره الزراعه مرتبطه بالانتاج الحيواني، اللي هي زي قرض البتيلو وزي قرض التوسعات وزي التقديم على العجلات المستورده. هل قطاع الانتاج الحيواني عندك بيتلقى الطلبات من المزارعين علشان احنا مشكلين لجنات لجان في الادارات الزراعيه وفي المديرية عندنا برضو مكتب الإنتاج الحيواني ومستعدين لتلقي أي طلبات من أي مواطن داخل سوهاج. علشان ما يجيليش المربي أقول له لا لازم تروح القاهرة تقدم. لا لا لا، إحنا كل حاجة عندنا وفي لجان مختصة بالاستقبال ودراسة الطلبات. بشكر حضرتك يا فندم بالتوفيق دكتورة أمل صابر وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، بشكرك وبشكر الأستاذ أحمد عبد الحميد رئيس تحرير البرنامج على المجهود اللي بيقوم بيه معايا بصراحة. ملف مهم جدا هو ملف القمح، هو محصول استراتيجي الأول، وعايز أراجع معاكم اللي حصل في السنوات الماضية مش النهاردة بس. عشان تنجح في الزراعة دايما بقول إن احنا معتمدين على مواسم، موسم بيسلم موسم، حققت إيه الموسم ده وإيه المستهدف الموسم القادم، أنت مرتبط بمواعيد وبأرض بإنتاج. اللي حصل في السنوات الماضية احنا عندنا تحديات كانت موجودة في ملف القمح كتير جدا كتير. أول هذه التحديات يعني هي ازاي ان انا هخزن الانتاج او هستلم الانتاج من المزارع ازاي. شوف انا ببتدي معاكم في اخر جزئية، لان انت الدولة بتوسع او بتتوسع في زراعة الاراضي وفي انتاجيتها، وفي الاخر انت عايز اماكن للتخزين، اماكن للتشوين، المزارع هيسلم ازاي. اللي حصل في السنوات الماضية من الدولة وده موقف لاول مرة كنا بنشوفه، تطوير الصوامع او الشمن الترابية. الشؤون الترابية كان مشهد مؤسف جدا وانت بتشوف القمح اللي هو الخير وهو بيتم استلامه في اماكن مكشوفة غير مؤهلة للتخزين، اماكن كلها معرضة للملوثات. لا، الدولة وقفت وقالت احنا في هذه الاماكن هنبتدي نطور فيها، وفي اماكن تم غلقها، بالاضافة الى ان بتتوسع في انشاء صوامع حديثة، يبقى عندك اماكن بتدار كلها الكترونيا، بتتحكم في درجه الحراره وفي الرطوبه داخل الصوامع، بتقدر ان انت يعني يبقى عندك اخزن لعينات دوري علشان تطمن لجوده التخزين وان مفيش اي حشرات. ده كله بيتم والحمد لله احنا عندنا النهارده لما الدوله بتتوسع في ده يبقى عندها هدف ان هي تزود المساحه وتزود الانتاج. انا برد بصوره غير مباشره على بعض محبطي الهمم اللي يقول للمزارع خلي بالك الدولة مش تاخد منك القمح السنة دي. أنا مش عايز يعني نتأثر بكلام بعض محبطي الهمم. إحنا بنشتغل بنزرع بننتج، إحنا قدها وقدود. زراعة قامت باستنباط سلالات وأصناف تدي إنتاجية مرتفعة. ودي كانت مهمة جدا إن أنا النهاردة أزود من إنتاج وحدة المساحة. نفس الكمية نفس المساحة ونفس كمية الأسمدة وبقلل في الري وزود الإنتاج. فجينا نتكلم على إيه؟ على طرق الزراعة الحديثة اللي منها الزراعة على مصاطب. الزراعة على مصاطب، فدي كلها مميزات علشان أخلي الفلاح يكسب. فأنا عايز نشتغل وننتج ونحاول إن إحنا فعلا نستفيد بالمعلومة الإرشادية، هتلاقوها موجودة، هتلاقوها متاحة. يا حاج عبد الناصر حضرتك. اهلا بيك، حضرتك من هنا؟ حضرتك يا فندم عبد الناصر نجح حمادي. نجح حمادي، اهلا بيك. جمعيه القمانه. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، طبعا حضرتك اتكلمت في البدايه على محصول القمح. ايوه. ان ده محصول استراتيجي واهم حاجه عندنا. طبعا. فانا هكلم حضرتك بخصوص موضوع الشمال. ايوه. انا من قاده زمام الجمعيه 2013 فدان. 2013 فدان. يزرع منها 92% قصب.
92% قصب والباقي حبوب. ايوه. لذلك لجأنا لخارج الزمام الجبل يعني. ايوه. واستصنعنا حوالي بالضغط بالرقم يعني 2800 فدان. 2800 فدان. اللي هم اصلاح؟ اللي هم لا الرقم استطلع في علو الجبل فوق. اه. في الصحراء يعني. ايوه خارج الزمام دول. اه خارج الزمام 2800 فدان. ايوه. المساحه دي مزروعه كلها بالطاقه الشمسيه. تمام. المشكله فين؟ فين؟ حتى الان يا استاذ سامح لم تورد للجمعيه اي شكاره سماد. ليه؟ او انا مسؤول عن الكلام ده وبنشتري من السوق السوداء الشكاره 300 جنيه. ولما نسال وشغالين بالسماد السائل مخصبات كل ما نروح الجمعيه يقولوا ما فيش. يا عم عاوزين فلوس. قلنا يا عم نجمع فلوس لو عايزين. قال اجمع لنا نجمع فلوس. جمعت الفلوس من المزارعين. قال يا عم لا ده تعمل لنا مشكله. ربما الفلوس تروح للمصاري ما يجيش السماد. طب ليه ما يجيش؟ قال لا يا عم الفلوس ما تلموش. رجع الفلوس تاني. جمعنا بعدين ايه؟ قلنا يا عمي ناخذ فلوس من صندوق الجمعيه. خدنا يا استاذ سامح من صندوق الجمعيه 35000 جنيه. ووردناها للتعاون، معايا يا فندم؟ معاك سامعك. ووردناها للتعاون. والتعاون وردها للمشتركه. يعني سلسله مع بعض. حتى الان يا استاذ سامح ما فيش شراء. واحنا دخلنا على يعني ملحنا خلصنا تسميه. طيب ممكن بس هسالك على كذا حاجه كده بالراحه عشان اسمعهم. اولا هي اسمها جمعيه الحماله. لا القمالة بالقاف. القباله. لا الف ام قاف ميم الف نون ه الف لام قاف القمانه. القمانه. اه بالظبط القمانه. اه دي مركز في نجح حمادي. في نجح حمادي. اه حاضر. اولا انت بتقول لي الجمعيه 92% من زمام اللي هم 2013 فدان دول قصب. قصب. طب دول ما صرفوش خالص؟ لا القصب صرفنا زمان وخلص. طيب اللي ما صرفش مين بقى؟ اللي هم الشتوي. اللي هم ايوه اللي هو القمح. القمح ده مساحته قد ايه؟ مساحته يا فندم يعني على بعض يمكن حوالي يمكن 50 فدان في الريف او حوالي 2840 فدان علو الزمام. طب هو اللي هو خارج الزمام ده انتوا كنتوا بتصرفوا من الجمعيه قبل كده؟ احنا يا فندم الجمعيه بتجيب الجمعيه الدفاتر بتاخد الحافظ وتوديه ناحيه يعني يا حمادي في الشونه في البنك بتاعت البنك. اه ما خارج الزمام بيصرفوا من شونه البنك ما بيصرفوش من الجمعيه. البنك. اه. ليه لحد دلوقتي ما فيش صرف؟ ليه؟ ليه لحد دلوقتي ما خدناش شكاره لا من الجمعيه؟ يعني انت المفروض هتصرف من البنك ما فيش مشكله، ايه السبب بقى؟ الحصر اتاخر يعني مثلا؟ هو يعني حضرتك بيقول السماد لسه ما جاش. حضرتك الجمعيه. طيب. الجمعيه فدم وردنا. يعني الجمعيه قالوا لسه السماد ثواني يا حاج بس الجمعيه قالوا السماد ما جاش. ومخازن البنك قالوا لك مفيش سماد برضه؟ لا انا ما رحتش البنك. ما هو خارج الزمام بيصرف من البنك. لا انا ما رحتش البنك، انا رحت الجمعيه. طيب يبقى انت بتكلمني كده، يبقى انت كده بتكلمني على 50 فدان بس. اللي هم بتوع ايه؟ اللي هم دول بقى اللي هم التعاون، ما لناش دعوه بخارج الزمام، ما انت خارج الزمام بتصرف من البنك، ما رحتش البنك ليه؟ لا عشان نكون سليم حضرتك انا ما رحتش البنك انا. طيب ما هو انت السماد بتاعكم ما هو انت كل ما تروح له في الجمعيه على اراضي خارج الزمام هيقول لك ما عنديش كده كده دول مش تبعه. هو انت بتصرفهم تبع البنك بعد ما بيتعمل لك الزراعه معينه، فانت بتروح فانت لازم تساله في البنك حضرتك تشوفه في مخازن البنك هتصرف. اراضي خارج الزمام بتصرف من البنك. هراجع بقى انا الجمعيه مع السيد وكيل وزاره الزراعه ونشوف مشكلتها ايه وارد عليك. وردنا يا فن العلم وردنا 35000. مش هيروح عليكم وحقكم هيجي لكم. حاضر بشكرك. معايا حاج حسن. منين حاج حسن؟ من البحيره. اتفضل. تبارك الله. احنا كنا واخدين 3 فيادين زياده مساحه اصلاح من الاصلاح الزراعي. ايوه 3 فيادين و10 جواريت وكم سهم كده، والارض دي اتقدرت علينا من 3 4 سنين وخلصنا الاقساط وتمام التمام. تمام التمام. بس احنا ما جابولناش العقد اللي احنا اشترينا عليه. يعني انت المشكله كلها انت ورقك قانوني ودافع ومخلص اقساطك. وخلص اقساطك. فانت حضرتك مستني تتعامل مع الجمعيه برضو وبتسدد الخدمات وكل تمام. تمام. انا بقى عايز اطمنك يا حاج حسن. ما تقلقش هتاخد العقد بتاعك قريب، وده مش كلامي، ده كلامهم في الاصلاح الزراعي. هو في مراجعه للعقود وكل فتره بيتم التسليم. انا كنت بتابع الملف ده من اسبوع، فان شاء الله قريب هيبقى فيه الاعلان عن اسماء جديده
هتاخدوا العقود بتاعتكم. كل من يستحق ووضعه قانوني ودفع فلوس يتابع مع هيئه الاصلاح الزراعي فقط، هو دي النافذه الوحيده، وعقودكم موجوده وهتاخدوها. بشكرك، وده يعني فرصه ان انا اكد على الكلام ده تاني، عشان في حالات كثيره اللي ليه عقد هتاخده، هتاخده منين؟ من الجهه المسؤوله او من ولايه الارض. وانت لما بتتكلم على ارض اصلاح زراعي حضرتك تتابع فيها الاصلاح الزراعي، لا برنامج زراعي مباشر ولا اي برنامج اخر ولا اي شخص يمتلك ان هو يتوسط في هذه الملفات. الارض لمن يستحقها، الارض لمن يملكها فعلا ويكون وضعه قانوني. اوعى حد يقول لك انا هسرع لك الاجراءات، لا ده العقد بتاعك فيه مشكله وانا هخلصها لك، كل ده كلام لا قيمه له. ما تعرضش نفسك لمشاكل انت في غنى عنها، طول ما انت صاحب حق وصاحب ارض حقك الدوله بتكفله لك، المسؤولين في الدوله بينفذوا لك حقوقك وبيحققوا لك مطالبك. فاحنا عايزين نركز في الجزئيه دي يا جماعه. عقود الاصلاح بيتم مراجعتها وبيتم الاعلان عن الاسماء كل فتره، بيتم تسليمهم ده وبيكون في احتفاليه جميله، الناس دي بتاخد عقد في ايديها ارضها بتحصل عليه. فنتابع الملف ده بالراحه ونبقى متاكدين ان مفيش حق بيضيع طول ما وراءه مطالب. عايز اقول ان الدكتور السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي قال ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجه بدعم الفلاح وتحقيق التنميه الزراعيه، وده مهم جدا ان احنا نتوقف عنده لحظات. ليه؟ توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفلاح وضروره العمل على تحقيق التنميه الزراعيه، ده معناه متابعه دقيقه للقطاع الزراعي. في كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سمعنا كلنا والسيد الرئيس بيتحدث او بيتكلم عن صغار منتجي الالبان. الجزئيه دي مهمه جدا لانه تحدث عن مشاكل تفصيليه ودقيقه وليست اطر عامه. يعني اتكلم على نقاط العمل الدقيقة في هذا الملف وكيفية حلها والتغلب عليها حتى يستمر المنتج الصغير في عمله. فده حرص شديد من السيد الرئيس على الفلاح أو على المربي أو على المنتج الصغير. والنهاردة أنا عايز أقول لكم على قدم وساق معالي وزير الزراعة دكتور السيد القصير ودكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة في إجراءات سريعة لتقنين أوضاع أماكن تجميع الألبان أو مراكز تجميع الألبان، مع مراعاة عدم توقف العمل. وده اللي أوصى بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد عليه، ما توقفش العمل للناس دي، اضمن الضوابط والقواعد ونظم العمل، لكن خلي العمل يستمر وعجلة الإنتاج تدور. لأن اللي حصل في الفترة السابقة كان في مشاكل كتيرة جدا بتجنة والناس بتكلمني وبيطرقوا أبواب كثيرة، ومربيين بيقولوا أسعار اللحوم انخفضت، احنا عندنا كساد. ده كله كان راجع لهذه الجزئية الهامة، أماكن تجميع الألبان، إيه علاقة ده بسعر اللحوم؟ علاقته لما حصل مشاكل عند كثير من المربيين في أماكن تجميع الألبان ابتدى يتخلص من الإناث، وكنا بنسميها مذبحة الإناث في هذا التوقيت، وده بدوره أثر على أسعار اللحوم، لأن أنت عندك لحوم سعرها أقل في السوق، المعروض أكتر بكتير، لأن أنت فجأة بقى عندك حاجة اسمها مذبحة الإناث، وبالتالي عملت انهيار في أسعار اللحوم. فتوجه الدولة والتحدث عن هذه المشكلة وتفاصيلها الدقيقة يؤكد فعلا حرص الدولة في هذه المرحلة على مصلحة المربي وعلى مصلحة الفلاح. فأنا ببشركم إن في القريب العاجل جدا هتحصل طفرة، خلاص إحنا أسعار اللحوم استقرت وابتدت تعود عادلة، وأتمنى إن هي تبقى عادلة كمان عند المستهلك، لأن لسه لغاية دلوقتي الجزار بعيد عن المنظومة دي، هو انخفضت ارتفعت مستقرة، أنا ماشي على مبدئي ما بنزلش غير حاجات بسيطة جدا، ده لو حصل انخفاض طفيف عند الجزار. معايا مين يا استاذ نبيل؟ صبحي من البحيره، اتفضل يا حاج صبحي. الو، ايوه يا استاذ سامي. صقر يا حاج صقر. طاهر يا استاذ سامي، اتصل معاك. طاهر. طاهر؟ ايوه طاهر من البحيره، مركز المحموديه. احسن ناس، اتفضل. الله يخليك يا استاذ سامي، الله يخليك يا استاذ سامي. دلوقتي يا استاذ سامي احنا عندنا في الجمعيه
ماشي بقالهم سنتين ما طهروش المصرف الصرف بتاع الارض جنيه المصرف يخدم 120 فدان يطهروا بسرعه ويسيبوا المصرف دوت. حاضر. طب قول لي بقى مع بعض كده قول لي المكان بالراحه كده. المكان جمعيه العقاري البحريه مركز المحموديه. البحريه جمعيه العقاري جمعيه العطاري البحريه مركز المحموديه. عينيا الاثنين بشكرك. حاضر. اتصلت انا بمدير. نعم اتصلت مدير اداره قال لي ما دام مجلس الاداره انتوا منتخبينه المفروض هم يخدموكم ويعملوكم شغلكم. انت انا اي انتخابات ثانيه بقى لازم تغيروه. انا بقول لك هنعمله بس يا استاذ اعمله بس ايه مش عارف والله. ما ينفعش الكلام ده. انت الناس دي بتنتخبهم فعلا عشان تخدمهم ما هواش منصب شرفي ان هم يتباهوا بيه في وسط البلد وما بيعملوش حاجه. الغلو اصلا ميه ما ينفعش. وعلى فكره توجه الدوله دلوقتي الاستفاده من التعاونيات، وعشان نستفيد من التعاونيات لازم اعاده هيكله في 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 مدير جمعياتكم عموما. بصراحه بشكرك. بشكر حضرتك. استاذ وليد من البحيره اتفضل. وليد من سينا. يا استاذ وليد خط قطع يا نبيل على فكره. حاول تتصل تاني ولو معاكم رقم وكلموه. يعني ده مبدانا في البرنامج يا جماعه، اول حاجه بنسال عليها المشاهد رقمك ايه؟ فلما بنعرف الرقم بتاعه لو هو الخط قطع احنا هنكلمك، لان الهدف ان احنا بنخدم الناس. ده عمل فريق عمل الاعداد وفريق عمل البرنامج، هو هدفه ان هو يخدم، ما هوش استعراض اعلامي او متاجره بمشاكل الفلاحين. الحاج طاهر بيكلمني على التعاونيات بيقول لي هو ما طهروش المصرف عندنا بقالهم سنتين، وده مجلس الاداره اللي احنا انتخبناه. ده كلامه بيقول لي دي الناس اللي احنا انتخبناه. هم انتخبوكم ليه؟ يعني ايه الهدف ان يحصل انتخابات وانتم تيجوا وده مدير جمعيه وده السيد المسؤول عن الصندوق وهنا في امين مخازن وفي شغل جامد قوي؟ طب المجهود ده كله بيعمل ايه؟ طيب استاذ حمدي من الغربيه اتفضل. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا بيك. الله يخليك. حضرتك انا حمدي كلمتك اكتر من كام مره يا دكتور سامي. وبسبب ايه وبخصوص ايه يعني؟ بسبب حضرتك انا كنت مقدم ورق قبل كده لسيادتك في كاره الامل وحضرتك قلنا الموضوع ده انتهى خلاص. فاحنا الوقت حضرتك بقى لنا الوقت اكتر من شهرين اثنين حضرتك جبنا كراريس اللي هي راس الشروط. وقعدنا سيادتك على ما حصلنا على الجنسيه قالوا لنا هاتوا لنا الجدود حضرتك وابو الجدود وحصلنا عليها وكنت باخد عربيه ب 1000 جنيه في المشوار. وجبنا الجنسيه حضرتك وطلعنا الجنسيه. فجاه حضرتك 25/12 اللي عدى ده رحنا نقدم الورق والجنسيات قالوا لنا احنا لقينا المكتب قافل بتاع جنوب سينا في شارع الطيران في القاهره. وبعدين حضرتك؟ وبعدين حضرتك جبنا كراريس مضمونه من جهه مضمونه ومن مكتب الجيش من القاهره. وحصلنا على الجنسيه زي ما قلت لحضرتك كده بقى لنا اكثر من 3 شهور بنجري وبناخد عربيه. مطلوب مني المطلوب مني المطلوب مني المطلوب مني المطلوب سيادتك حضرتك كلمناك اكثر من كذا مره قلت لنا انا هجيب هكلم مسؤول من الريف المصري ونشوف الموضوع ايه. لا انا ما قلتش هكلم مسؤول من الريف المصري، انا قلت لحضرتك ان الجهه المسؤوله عن هذا المشروع هي الريف المصري وقلت ارقامها على الشاشه وقلت عنوانها عشان تتواصل معاها. انت دلوقتي تمام. ثواني بس، انت بتتكلم في نقطه الجنسيه وانت بتقول لي انا خلاص جبت الورق. طب محتاج مني انا ايه؟ مطالبين من حضرتك يا سيادتك يا فندم احنا بنجري احنا بناخد عربيه ب 1000 جنيه عايزين اعمل ايه؟ انا اعمل سيادتك. ايوه مطلوب مني ايه؟ عايزين حضرتك تسالنا شفنا المكتب سيادتك. مكتب ايه؟ عايز ايه من المكتب؟ المكتب اللي هو بتاع جنوب سينا حضرتك اللي بيجي. انت مش قدمت ورقك بتقول لي ورحت لهم وخدت عربيه ورحت؟ طب عايز ايه؟ المكتب سيادتك قافل يا فندم. طيب الاعداد هيدي لك الرقم بتاع شركه الريف المصري في القاهره، كلمهم وقول لهم على الموضوع ده هيوجهوك للمكان اللي انت تروح له. طيب ماشي. ادوا له الرقم بتاع الريف المصري علشان يكلمهم يا استاذ احمد يا استاذه زينب. رقم الريف المصري معاكم واحنا قلناه على الشاشه اكتر من مره. ادوه للحاج يتابع معاهم. حسن من البحيره اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور انا ما كنت بنكلمك بس ما خلصتش مع حضرتك الكلام. كنت بتكلمني امتى؟ النهارده؟ ايوه النهارده لسه من المكالمه اللي جايه. انت اللي كلمتني من نجع حمادي علشان السماد؟ لا انا من البحيره عشان خاطر ارض الاطلاع الزراعي. عشان العقود. حسن من البحيره اللي هم الثلاثه فدان زياده مساحه من الاصلاح الزراعي. وانت انا رديت عليك وقلت لك ان دي بيتم متابعتها. طب بس اسمعني يا دكتور. انا مش دكتور. قطعه مساحه ثانيه شاريها من هنا من جماعه هنا اسمهم عتب الخير دول فدانين الا تلت. الارض كانت باسمي للدهم فانا عشان خاطر نضير الارض ديت من الاصلاح الزراعي
بيقولوا لي عاوزين تعمل اعلام وراثه. طب انا نعمل اعلام وراثه لمين؟ ده انا شاري من الجيل التالي. حاضر موافق. ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا عاوز نحيز الارض. مش عارف هتحيزها من غير ورق؟ ما انا دلوقتي هنا الاصلاح الزراعي بيقول لي اعمل اعلام وراثه. طب انا نعمل. طب انت ما هو ده الورق، ما هو ده الورق يا حاج حسن. أيوه. احنا دوله بنمشي بمستندات. ده ماشي. ما انا تمام. معايا عقد واخد صحه توقيع على العقد. دي مش بتاعتي برضو. دي في الاصلاح. كل دي مشاكل اصلاح، مشاكل تقنين. دي ماليش علاقه بيها خالص. يعني خلي بالك اي حاجه فيها ارض لازم جهه الولايه تشوف طلباتهم ايه وتنفذها. مفيش مكالمه تليفون او واحد غيري. انا قفلت معاك وقلت الكلام ده من 10 دقائق. يا جماعه اي ارض، اي تقنين، اي هتشتري هيتخصص لك من جهه الولايه. مفيش حد بمكالمه تليفون هيقول لك لا يا جماعه الحاج حسن ما ينفعش يجيب اعلام الوراثه فسامحوه. مفيش الكلام ده. ده زي الورق ده زيه زي شهاده الميلاد، زيه زي البطاقه الشخصيه بتاعت الانسان. انا بقول لك انا محتار نعمل لنا. ما تحتارش، تروح لهم مكتب خدمه المواطنين وتقدم طلب وتشوف الاوراق اللي طالبينها. ما فيهاش حاجه تحير. بشكرك. الاوراق اللي هم طالبينها بقول لي اعمل اعلام وراثه. نعمل اعلام وراثه لمين ولا متعمل؟ خلي حد من الورثه يعمله. انما دي مش مشكله، ده ورق مطلوب. هو اعلام الوراثه ما هوش صعب. واعلام الوراثه صعب يا حاج حسن؟ لا لو معانا سيبوه، ما تقفلوش عليه. يعني انا بسال سؤال، اعلام الوراثه، اعلان الوراثه ده اجراء عادي جدا وقانوني. فما نفتكرش ان احنا بمكالمه تليفون خلاص ده معايا استثناء. اصل انا اتصلت بالاعلام او اتصلت بالقناه الزراعيه. في حاجه اسمها اجراءات، في اوراق لازم تكون مستوفاه عشان دي حقوق ناس. دي حقوق ناس. هم معاه عقد. معاه عقد. العقد ده مذكور فيه الاسماء البائعين اللي باعوا له الارض. ايه الهدف من اعلام الوراثه؟ ممكن يكون العقد ده مكتوب فيه اسم او اتنين ودول بايعين له وماضيين. طب في حد تاني؟ ما هو يجوز ان في ملاك تانيين للارض والناس دي ما خدتش حقها، ويجوز ان هم بعد كده يطالبوا. فعلى اي اساس يتم منح عقد الا لما يكون كل الاوراق مستوفاه؟ استاذ عبد الله من الدقهليه اتفضل. حضرتك يا فندم، انا عندي مشكله بتاعت نقل حيازه انا واخواتي. انا تحصلت على خطابات من الشركه المالكه للارض دي، فالوقت هم مش راضيين اللي هم ينقلوا لي. فبقول عايزين انا عامل بنظام الانصبه، لان عندي مشاكل بالنسبه لاخواتي. واختي بقى لها 30 سنه في الارض وعايزه تنقل في مكان ثاني، فحصلت لها حقها في ثلاث حتت، هنا وهنا وهنا، هي وكلنا زي بعض في ثلاث حتت زي بعض بالتساوي للذكر مستحيل الانثى. يعني انتوا قسمتوا الحيازه حسب الانصبه الشرعيه؟ حضرتك تمام. وبعدين خدت الورق ده ورحت بيه فين؟ انا رحت جبته من الشركه اللي هي المالكه للاراضي، شركه وصل الدلتي عندنا في الدقهليه. فوديته للمهابه العامه للتعاونيات، ما رضوش اللي هم ينقلوا له، قال لي عايزين اسمه وتجنيد. عايزين اسمه فرز وتجنيد. فرز وتجنيد حضرتك. فطبعا الشركه المالكه قالت لا احنا مش محتاجين، واحنا لو محتاجين الفرز والتجنيد اللي انتوا ناقلينها بتاع الانصبه دي اللي مش عايزه اسمه وتجنيد. يعني الارض دي انتم مشترينها من شركه وسط الدلتا ومخلصين حقها بتاعتكم. حضرتك. جيتم خدتوا عملتوا تفسيخ للحيازه فيما بينكم من خلال الشركه. حضرتك. وخدتوا الورق ده وديته للاتحاد التعاوني علشان يعمل لك الحيازه. جه قال لك لا ده انا مش معترف بكل الورق ده. صح؟ ده اللي حصل. حصل. طيب احنا هنكلم مدير عام الاتحاد، مدير عام التعاون في الدقهليه. انت في الدقهليه. استاذ زينب هنكلم مدير عام التعاون بالدقهليه ونحدد ميعاد للحاج عبد الله يروح له بالاوراق بتاعته ونشوفه هل كده كافي ولا هو محتاج اجراء الفرز والتجنيب. حاضر. عنايه يا حاج عبد الله. استاذ عبد الرحمن من بني سويف اتفضل. يا حاج عبد الرحمن معاك يا فندم. انا سامعك اتفضل. حضرتك في مشكله بخصوص شركه موجودات اسمها شركه شورى. ايوه تمام. حضرتك الشركه ديت منزله مبيد اسمه مبيد ارينا الحشائش الجمح. ايوه. المبيد ده اثر على الجمح. يعني بدل ما بيجيب الحشائش اثر على الجمح. انت انت الشرار. انت زارع قمح وحصل فيه مشكله؟ ايوه يا فندم. فين بالظبط؟ قول لي مكانك. في بني سويف الفشل. بني سويف الايه؟ محافظه بني سويف. محافظه بني سويف مركز الفشل. الفشل. المساحه قد ايه عندك اللي فيها المشكله؟ حوالي خمس فدان يا فندم. خمس فدادين. استشنى.
طيب انت عملت الفشل، عملت محضر في او رحت اشتكيت في الزراعه ولا لا؟ لا ما اشتكيناش يا فندم. طب والارض عندك لسه فيها شركه ثواني بدون انا مش عايز اسمع اسماء دلوقتي، انا عايز ابتدي معاك شغل زراعه دلوقتي. طيب. انت عملت الارض عندك لسه المشكله قائمه فيها؟ لسه يا فندم لحد دلوقتي ومقصر على الجنب. طيب احنا دلوقتي هنكلم وكيل وزاره الزراعه استاذ زينب واستاذ احمد عبد الحميد لو سمحت، وعايزين لجنه تتابع، هنكلم كمان رئيس قسم القمح معهد بحوث المحاصيل الحقليه، لجنه تنزل تتابع عندهم وتديهم تقرير بالمشكله دي وايه اسبابها، بحيث ان انت في اجراءات قانونيه تاخدها بعد كده، بس بعد ما تاخد جواب ان فعلا المشكله بسبب المبيد ده. تمام تمام، ده يبقى ده دورنا معاك، وهتابع معاك لغايه النهايه ايه اللي حصل. طب ما هو فندم حضرتك الشركه دلوقتي بتقول ان هي بتنزل تعويض للحاجات ديت، التعويض ايه هو؟ ب 2000 جنيه سماد. انا ازاي هاخد ب 2000 جنيه سماد لفدان؟ الفدان ده ايجار و 12000 جنيه. تمام، انت دلوقتي مش موافق على الكلام ده، اسمعني. اكيد طبعا مش موافق، يبقى احنا نثبت ان في مشكله عندك الاول. تمام، اللي انا بقوله ان انت تعمل ايه؟ تاخد اجراءاتك القانونيه تثبت ان في مشكله، معاك ورقه تاخد بيها حقك، فانت بعد كده تمشي في الشركه. قالت حاجه تاني عاوز اوضحها لحضرتك. قالت ان احنا بتاعنا المسجل في وزاره الزراعه. مندوب ايه؟ لا بالراحه بس عشان اسمع، مندوب ايه؟ المبيد ده مسجل في وزاره الزراعه. ده حاجه تانية، اصل انت المبيد مسجل، ممكن يكون في مشكله عنده في المبيد، في مشكله في التركيبه. تمام. في مشكله عنده. تمام. انت عندك العبوه اللي انت استخدمتها، عندك الارض اللي فيها المشكله، يبقى يتعمل لك لجنه ونعرف المشكله دي سببها ايه. تمام طيب خليك معايا. اتفضل خليك معايا. معانا مين يا نبيل؟ معايا المهندس عمر حسن وكيل وزاره الزراعه بمحافظه بني سويف. برحب بحضرتك يا فندم. الله يرحمك. كل سنه وانت طيب. الله يخليك وانت طيب. هو وصلت لك المشكله اللي حصلت بسبب احد المبيدات مع القمح، مبيد حشائش؟ لا ما جاتليش مشكله في بني سويف، ما تعرضش عليا اي مشكله. طب انا جايب لك مشكله اهو. الراجل ده استخدم مبيد من غير ما اقول اسم الشركه تاني، فحرق له القمح، هو ده مبيد حشائش. وعنده علبه المبيد وعنده الارض لسه فيها المشكله، فعايزين لجنه تيجي من عند حضرتك من الزراعه تعاين الارض وتقول تقريرها. تمام ماشي. ده في انهي حته؟ الجمعيه وال هو في الفشن. في الفشن. الفشن. طب اسم الراجل واسمه حسن. هو حسن سامعني دلوقتي؟ معايا حسن؟ هندي لك رقم تليفونه يا فندم وحضرتك كلمه ويعرف البيانات، وهرجع اتابع مع حضرتك تاني عشان لو في مشكله يبقى احنا نتابع مع الراجل ده نجيب له حقه. بشكرك. تمام. مهندس عمر حسن وكيل وزاره الزراعه ببني سويف. ده الاجراء اللي احنا نقدر يعني نتابع فيه معاكم، نثبت ازاي ان في مشكله، نبتدي ناخد اجراءاتنا القانونيه، نتابع مع الفلاحين. مفيش حاجه تستخبى، مفيش حاجه احنا نخشاها، لان انت بتتكلم على مصلحه بلد. وهو بيقول لك انا شايف ان التعويض اللي عرضوه عليا، بما ان في تعويض زي ما بيقول وده طبقا لكلامه، يبقى في مشكله. بس هو بيقول لك التعويض ده مش مناسبني، ما انا مش موافق، انا مأجر الارض بمبلغ وانت عطلتني، فدي هتبقى حاجه ما بين المزارع وما بينهم، بس ليها اجراءات قانونيه. كنت بتكلم على ملف مهم جدا، وهو ملف الثروه الحيوانيه، وان الفتره دي ان شاء الله يعني في اجراءات ممتازه، واستكمالا لما تم تحقيقه من نجاح في المرحله السابقه، لان احنا لا ننكر ان مشروع قرض البتلو فعلا نجح وادى المردود منه بصوره ممتازه. وقولينا اكثر من دليل. اولا انت بقى عندك معروض كتير، قلل بنسبه كبيره جدا ذبح العجول البتلو، في نفس الوقت انت عندك نسبه استعداد بتصل ل 100%، وده دليل على ان في راس مال اشتغل وفي دوره كملت الحمد لله. الفتره دي هيبقى فيه لسه ضخ لميزانيه جديده لمشروع قرض البتلو، مع زياده المشاريع الخاصه بالثروه الحيوانيه واللي منها عجلات بغرض التسمين. طيب في ناس كتير يقولوا لي احنا ليه هنستوردها؟ وحضراتكم برضو اللي بتسألوا السؤال ده، انتم اللي سألتوني قبل كده. احنا بنشوف اصناف مستوردة في المزارع الكبيرة،
بنشوف اصناف مستورده في المزارع الكبيره، الاصناف دي بتدي معدل تحويل لحوم اكبر، بتدي معدل انتاج اعلى، احنا عايزينها كمربيين تبقى موجوده عندنا. طيب روح تقدم للمزارع الكبيره دي وقول لهم انا عايز اشتري منكم، خصوصا لو هتروح تاخد الاناث، يقول لك مفيش وما عنديش، لان هو ده القطيع بتاعه اللي بيشتغل بيه. وانت كمربي كنت عمال تقول فين الدوله واحنا عايزين نشتري وعايزين نشتغل، النهارده الدوله بتقول لك انا بوفر لك السلالات دي تعال، وفي منها كمان بتسهيلات، علشان نبقى عارفين الهدف من كل خطوه، ايه الهدف من هذا القرار. برضه هرد على تساؤلات بسمح، هيقول لك ده ما احنا عندنا معروض كتير وانتوا لسه هتستوردوا فالسعر هينخفض. يا جماعه اللي جاي ده جاي عشان نسمنه وعلشان ننتج منه ألبان، علشان انتاج الألبان وعلشان التسمين، انما انت عندك وشغال ومربي اشتغل وبيع وربنا يبارك لك، ولما هتيجي تدخل قطيع جديد اكيد هتبتدي تدور على السلالات دي عشان تزود الانتاج عندك، دي طبيعه الحال. عبد الله من اسكندريه اتفضل. عبد الجواد اهلا بيك يا حاج عبد الجواد. ازي حالك؟ انا مشكلتي موضوع الميه، وانا كلمت سيادتك وحولتني على الري يا باشا. معاك. وبتوع الري حولوني على الزراعه. تمام. الزراعه، وانت سيادتك بعتني للوكيل وزاره بتاع الزراعه في المياه والري في اسكندريه، دكتور مصطفى البخشوان زراعه. تمام. قال لي قدم طلب، وقدمت طلب وبعت لي معاينه وعمل معاينه بقاله شهر ونص. طيب انا عرفت كل الاجراءات بس ما عرفتش ايه المشكله، كانت ايه المشكله؟ كانت موضوع ما الـ احنا في كل حوشه لها فتحه، احنا 120 فدان بياخدوا من 35 فدان، ضغط الميه جاي على مين؟ على ال 35 فدان. ال 35 فدان دول بيروا الحوشه بتاعتهم من رصه كده، ولا حوال ولا اي حاجه، احنا بمكان مش لاقين الميه. فهمتك وافتكرت المشكله، واحنا فعلا تابعناها النهارده برضه يا استاذه زينب. هنكلم الساد وكيل وزاره الزراعه ووكيل وزاره الري نعرف ايه اللي حصل، خصوصا ان هم عملوا معاينه. بتوع الري راحوا هم اللي حولوني على الزراعه يا باشا. هتابع لك انا، هعرف بقى هو الزراعه وري اتفقوا مع بعض انما مشكلتك تتحل. يعني هنفضل نتحول شمال ويمين، احنا عايزين نحل الراجل ده مشكلته ويبقى في ري مستقر. حاضر. عينيا الاثنين. هنكلم الدكتور مصطفى، والدكتور مصطفى ما بيتاخرش على حد، دكتور مصطفى البخشوان وكيل وزاره الزراعه في محافظه اسكندريه، بما ان في لجنه كلمي استاذه زينب وشوفي ايه اللي تم ونرد على الحاج بسرعه. عاوزكم تسمعوا معايا الخبر ده. الزراعه ضبط 47 طن لحوم فاسده خلال 30 يوم وتحرير 793 محض. ليه يا جماعه؟ 47 طن لحوم فاسده، مصدرها ايه؟ يعني ايه لحوم فاسده؟ 47 طن، 47 ألف كيلو في 30 يوم في شهر، 47 ألف كيلو لو ما تمسكوش كانوا دخلوا معدة المصريين. وده تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بشأن ضبطيات اللحوم، بيوضح أن الحملات التي قامت بها إدارة التفتيش بالهيئة والمحافظات خلال الشهر الماضي أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت أكثر من 47 ألف كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي لحدوث تغيرات في صفاتها أو مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة، وقد بلغت إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 793 محضر. 793 محضر. معايا مين يا نبيل؟ معانا مين يا جماعة؟ معايا الدكتور مصطفى كامل البخشوان. برحب بحضرتك يا فندم. دكتور مصطفى كامل وكيل وزاره الزراعه محافظه اسكندريه، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وانت طيب. وحضرتك بألف صحه وسلامه وجميعكم بخير ومصر كلها بخير يا رب. امين. كان في مشكله الري اللي احنا بلغنا حضرتك بيها بتاعت ال 120 فدان وال 30 فدان اللي مصدومين، وحضرتك تابعت معاهم وبعت لجنه والموضوع اتحول للري. فاكره؟ تمام يا فندم. اخباروا ايه؟ يعني برضو عشان هم مصرين بيتواصلوا معانا لان برضو المايه مش واصله لهم، المعاينه اسفرت عن ايه او المتابعه مع الري؟
يا فندم دلوقتي هو اللي هو المفروض ان انا لما وجهتهم للراي ان هم يحلوا المشكله دي، المفروض لو في اي حاجه ثانيه كانوا يرجعوا لي مره ثانيه عشان انا اتابع معاهم. هم ما رجعوش ثاني، ودي برضو انا هم ما رجعوليش. انا بلوم عليهم. المشكله اتحلت، انا قلت المشكله اتحلت بدليل ان هم ما رجعوش. ايوه، فيا ريت حد يتواصل بس معايا عشان اعرف الوضع. عينيا، انا هخليه يكلمك او يجي لك ثاني يا دكتور مصطفى، وانا عارف ان حضرتك ما بتتاخرش على الناس يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. بس هو يا ريت الناس لما تبقى في مشكله ونوجه لحاجه معينه يرجع لي مره ثانيه علشان اقدر اتابع معاه. صح، لان كونه ما رجعليش فانا قلت المشكله اتحلت، فخلاص الحمد لله طالما المشكله اتحلت انا مش عايز منهم حاجه. صح. وبص يا دكتور مصطفى، معلش، هو من سنين اتعودوا انه ما حدش بيعمل اللي حضرتك بتعمله ده، ان ما حد ان المكتب المسؤول مش يا فندم. اهلا وسهلا. فانا عارف ان انت دلوقتي انا مكتبي مفتوح لكل زراعيين اسكندريه وكل مزارعين اسكندريه، وانا ما بقولش ده تخصصي او ده مش تخصصي او ده داخل في سلطاتي وده مش داخل في سلطاتي. الحمد لله يمكن بالعلاقات الطيبه مع كل الادارات اللي هي موجوده، سواء كان اصلاح، سواء كان ري، سواء كان اي اداره من الادارات او اي مؤسسه من المؤسسات، الحمد لله احنا على علاقه طيبه بيها ونقدر نحل اي مشكله فيها ان شاء الله. فعلا صح صح. طيب انا هخليك تواصل مع حضرتك تاني واحنا هنكلمك، وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. بشكرك. حضرتك بألف صحة. بشكرك. عبد الله منين؟ يا حاج عبد الله اتفضل يا فندم. لو سمحت، في عاوزين بس اسال على دراسة، عاوز ابني مزرعه، ترخيص بتاع بنيان مزرعه احنا. الو. ايوه سامعك. عندنا عندي مكان مش شايل المكان، يعني جربت كده بس مش شايل المواشي العدد كتير على المكان، وعندنا مكان جار البلد يعني قريب من الحيز العمراني، ما فيش بينه وبين الحيز العمراني بتاع 20 متر 50 متر، فعاوزين نعرف الاجراءات عشان نعمل ترخيص نمشي قانوني يعني. هو المكان ده مساحته قد ايه؟ المكان ده حوالي 20 طاق. وده ليه بطاقه في الجمعيه؟ دي حيازه؟ ليه؟ يعني بمعنى كده ان هو متسجل في الجمعيه زراعه؟ ايوه هو متسجل في الجمعيه زراعه، يعني جنوب الحيز العمراني حوالي 50 متر، احنا مش هنبني كله، هنبني حوالي طيب. يعني عاوزين نعمل ترخيص. معلوماتي المتواضعه ان هو مش هتقدر تبني عليه لان ده مخصص للزراعه. حضرتك روح لمدير الانتاج الحيواني بكره واحنا هنتابع معاه، اعرض عليه الموضوع. ورحت له ولا لا؟ لا ما رحتش هنا ولا هنا، بس الناس بتعمل تراخيص يعني. لا ما انا ما اعرفش عن الناس بتعمل تراخيص دي، لازم تروح تسال يا اما في الاداره الزراعيه، قول له انا عندي المكان ده عايز اعمل رخصه، ينفع ولا لا؟ في الاداره الزراعيه؟ هتتابعوا معايا ولا ايه؟ روح الاداره الزراعيه، الناس مش محتاجه توصيه، روح الاداره الزراعيه قول له انا الارض في الحته الفلانيه وادي البطاقه بتاعتها، انا عايز اعمل مزرعه هنا، ينفع ولا ما ينفعش؟ عايز اعمل حظيره، ينفع ولا لا؟ هو هيقول لك. طب لو سمحت سؤال ثاني. اتفضل. بالنسبه للعجول اللي هي اللي بتقول عليها جت مستورده، هي جت ولا ليه؟ حضرتك لازم تروح تقدم طلب. وبتدفع جزء اللي هو 10% بعد ما بيوافقوا لك على الطلب علشان الجديه، عشان الراجل ده قدم مثلا على راس او خمسه. ووافقوا له على الطلب فبيقول له هتدفع 10% علشان نبتدي نجيب لك، وبعد كده بتدفع بتكمل لغايه 50%، والباقي بيبقى على سنه فايده 5%. يعني هي ما بتجيش غير لما انا بدفع. طبعا ما هي جايه لك انت مخصوص، اللي عايزها هيجيبها، لان الدوله ما بتستوردش، هي وزاره الزراعه ما بتتاجرش في حيوانات، ما فيش، هي ما بتتاجرش. طب ده مش هيعمل ركود عندنا احنا؟ مش انا جاوبت على الكلام ده من 5 دقائق؟ سمعتني؟ لا بس والله. طب واللي انت لما تجيب دلوقتي عجول مستورده هتجيبها؟ السلاله بدات تتحسن، السلاله بدات احنا بندخل سلاله جديده عشان تربيها، مش عشان تجيبها تذبحها فتعمل عندك رقود. تمام، انت جايبها تربيها لسه. النقطه الثانيه، في جايه لانتاج الالبان، انت بتضاعف انتاجك من الالبان بنفس كميه الاكل، يبقى انهي احسن لك كفلاح؟ معايا ولا قفل؟ لا معاك يا فندم، بس ده هيزود العرض، فبالتالي المحل اللي عندنا احنا هيحصل ركود اكتر. ايه المحل اللي عندك؟ ثواني، ايه المحل اللي عندك؟ النوع اللي انت خايف يحصل فيه ركود؟ اللي احنا شغالين بيه خليط الفريز يعني كويس، وبعدين بيتحمل الجو وماشي تمام. انت ما بتدخلش حيوانات ما بتدخلش حيوانات جديده؟ انت خليط الفريز ده لايه؟ لانتاج اللبن صح؟ لا واللحم برضه. واللحم تمام، يعني بعد ما تذبحه مش محتاج قطيع جديد؟
لا ما هو ده اللي سواجه يا فندم، بسم الله ما شاء الله فادي بحر، ودي يجيب لي السواجه اعداد مهوله دلوقتي، المواشي بتبقى طالعه بره البيبان من كتر العرض. تمام، اللي جاي ده مش جاي عشان يتذبح، ده جاي لسه هيقعد عشان يتربى، مش النهارده. انت النهارده بتاكل سلالات كميات اكل كبيره جدا عشان تاخد منها معدل تحويل بسيط. لما انا ادخل لك سلاله هتاكلها اقل من اللي انت بتقدمه للحيوان، انا ببسط لك الموضوع، وتديك معدل تحويل اسرع، هتكسب ولا هتخسر؟ بس انا يعني عشان زي بعض احنا ماشيين بنقول يا رب استر عشان ما يحصلش ركود زي لا مفيش ركود ان شاء الله. هو الركود كان ليه سبب، لا بص اسمعني بس، الركود كان ليه سبب والدوله دلوقتي عالجت السبب ده. انت عارف اللي حصل في الفتره، انت بدل انت منتج البان صح؟ لا ده وده، لا سيبك من ده وده، انت عندك انتاج البان ولا ما عندكش؟ عندي طبعا، امال بكلم سيادتك. بتسوق اللبن لمين؟ للناس بتيجي تشتريه. انما مفيش مراكز تجميع بتشتغل معاك؟ لا في واحد من عامله بيجي يشتريه. انت شكلك انت عندك كام راس؟ حوالي 25. 25 بتعتمد على ان الناس تيجي تلم منك بس كده من غير اماكن تجميع؟ لا يا فندم، في واحد بيجي يودي ياخد اللبن مننا، بيديله محلات مصنع بتاع زبادي وكده. ايوه يعني شغال في التصنيع. تمام؟ السوق محتاج. أيوة. على فكره لسه، واحنا الفتره اللي جايه هتبقى فيها استقرار اكتر. بشكرك جماعة علشان نبقى عارفين. انت الاصناف اللي هو بيتكلمنا عنها دي دخلت مصر ولا لا؟ يعني احنا عندنا الفريزيان، هو بيقول لي انا عندي الفريزيان وشغال. طب مش الفريزيان ده لما جه مصر كانت سلالة جديدة؟ مش ده لما بقى موجود عند المربيين زود من دخلهم لان الانتاج زاد؟ النهاردة لما انت تيجي تتكلم على دخول سلالات جديدة، مش ده فايدة لتركيبة الثروة الحيوانية في مصر؟ ايه علاقتها بالركود؟ عايزين يعني انا عايز اسمع منكم ايه علاقتها. النهاردة انا بكلمك على اصناف، هو الركود حصل في ايه؟ يعني انا لما ابتدى المربي يشتكي في الشهور الماضية شهرين ثلاثة كان بيشتكي الركود كان عنده في ايه؟ يا اما المعروض من اللحوم كتير، ما يقولك انا بنزل السوق وياها ما حدش بياخدها مني، يا اما في بيع او تصريف الالبان بتاعته في تسويقها، ودول كان ليهم سبب هو واحد، جزئية واحدة اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عنها وأمر بحلها، ان انت كان عندك مشكلة في اماكن التجميع غير مرخصة فتوقفت عن العمل، فابتدى المربي يتخلص من الإناث، فابتدى المعروض من اللحوم يكتر، فما فيش حد بيبيع في السوق. لكن النهاردة لما عودة العمل مرة تانية بصورة قانونية وسريعة في مراكز تجميع الألبان، حصل حركة من أول وجديد، ابتدى الناس يكلموني لا الأسعار استقرت، لا إحنا الحمد لله في طلب. ليه؟ لأن خلاص ابتدى الموضوع يرجع لسابق عهده. أستاذ محمد من الشرقية اتفضل. يا حاج محمد. أيوة يا أستاذ سامي. أهلا بيك. الله يخليك يا أخي. أمال البطاقات اللي هي الذكية اللي هتنزل بتاع الجمعية وقتي. وأنت عملت ورقك؟ أه. قدمت ورقك في الجمعية خلاص؟ طلبوا مني صوره البطاقه والصور والورق. رحت سالت على البطاقه اخر مره امتى؟ هو قال هي هتيجي، لروح اول ما تيجي هنجيبك. اخر مره كنت عندهم امتى اللي قالوا لك اخر مره دي؟ من اسبوع كده وانا بطلع الكيماوي الغلي. وادوك الكيماوي؟ وادوني الكيماوي. يعني انت مفيش حاجه واقفه عندك ولا متعطله؟ لا الحمد ممتاز. يبقى انت كده شغالين، وانا بشكر الجمعيه عندك لان هم متعاونين، ما قالوا لكش استنى اما البطاقه تيجي وبعدين نصرف لك، لا هم عارفين ان انت ورقك جاهز وهتاخد بطاقتك فادوك الكيماوي. هي يعني هتبقى فتره بسيطه توصل لهم البطايق، هيتواصلوا معاك تروح تستلمها على طول، ما فيهاش مشكله. يعني هي هتنزل، بيقولوا نزلت في بورت سعيد يعني. ايوه ما هي بتنزل تباعا في اماكن كتير منتشره على مستوى الجمهوريه، وده منظومه خلاص يعني هتتعمم. بس انت طمنتني على حاجه مهمه، انت الشغل عندك ما وقفش يعني، صرفت الكيماوي بتاعك وخدت حصتك فالحمد لله، ما تقلقش بقى. هي البطاقه اجي قال يمكن تطلع على ايه صوبة على بتاع الرز يعني، هتاخدها بدري يعني، ما تقلقش مش يعني ما فيش مشكله فيه. خلاص ماشي بالتوفيق. نقطه يعني مهمه جدا، الحيازه الالكترونيه، والمزارع هو اللي بيسال عنها النهارده، ده مهم ان انا يبقى بشتغل وانا معايا البطاقه بتاعتي، معروف الارض دي ملك مين، ايه المخصصات اللي بتصرفها من اسمده من تقاوي، هيتذكر بقى عنها معلومات كامله.
الارض بتاعتنا دي مساحتها، المحصول اللي تم زراعته، اذا كان في محاصيل بيتم توريدها استراتيجيه زي القمح، يبقى انا كده عندي حصر دقيق لانتاجيه الارض الزراعيه على مستوى الجمهوريه، عندي معلومات واضحه عن قوه القطاع الزراعي. تم تنقيه البطاقات لان في السنوات الماضيه حصل تعدي على الاراضي الزراعيه وده سبب مشكله كبيره جدا. النهارده انت بتقدر من خلال تطبيق هذه المنظومه ان انت تاخد قرار سليم امام متخذ القرار كل المعلومات. قرارات متعلقه بالاسمده، بالري، بالمساحات المختلفه من المحاصيل، من احتياجاتنا لمحاصيل في السوق المحلي، واذا كان في فائض تصديري بنشتغل بطريقه منظمه وبدايه جديده لعهد جديد في القطاع الزراعي. بشكر حضراتكم والى اللقاء.